يوم في حب مصر، هكذا وصف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة أو جولة وفد من الإعلاميين لمنطقة توشكى، حيث أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما تشهده منطقة توشكى من إنجاز يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بهذا المشروع القومي، مشيرا إلى أنه من المستهدف زراعة 4 ملايين فدان خلال مدة زمنية لا تزيد عن عام من الآن. جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي خلال مداخلة مع وفد من الإعلاميين خلال جولة بمنطقة توشكى واللي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، حيث وصف السيد الرئيس تلك الجولة بأنها يوم في حب مصر. وأكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما تشهده منطقة توشكى هو جهد خطوة واحدة من خطوات كثيرة يتم تنفيذها، وشدد الرئيس السيسي على أن التنمية ليست قاصرة على مكان واحد ولكن في كل مكان في توشكى وشرق العوينات وسيناء وبني سويف والدلتا الجديدة، مؤكدا أنه يتم استغلال كل ما هو متاح وكل نقطة مياه موجودة من خلال أحدث أساليب الزراعة والري الحديث. وأوضح الرئيس السيسي أنه تم الانتهاء من تنفيذ جزء كبير من محطات رفع المياه والترع وقنوات المياه وطلمبات الرفع وشبكة الكهرباء وتسوية الأرض حتى تكون جاهزة لموسم القمح المقبل والمقرر ليه طبعا في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين. وبعث أيضا الرئيس السيسي برسالة طمأنة للشعب المصري بأن الدولة تسير بشكل جيد للغاية، داعيا الجميع إلى الاطمئنان، ومشيرا إلى أن هناك حجما كبيرا من الأراضي جرى استصلاحها ليس في توشكى فقط ولكن أيضا في شرق العينات ومستقبل مصر وسيناء. المزيد حوالين هذه الجولة والتفاصيل أكثر بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية. دكتور محمد برحب بيك معنا في التاسعة يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم بيك في التاسعة إن شاء الله. أهلا بحضرتك. يوم في حب مصر والإعلام يعني من رأى ليس كمن سمع، الإعلام نزل على أرض الواقع في توشكى في جولة تفقدية وأصبح هناك مداخلة من السيد الرئيس، يا ريت تكلمنا عن اليوم من أوله كان عامل إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني نقول يعني بنهني أنفسنا بهذا اليوم الجميل اللي احنا لاحظنا فيه اهتمام فخامة الرئيس والقيادة السياسية بالقطاع الزراعي، مما شك فيه أن القطاع الزراعي بيشهد في هذه الفترة من 2014 حتى الآن طفرة كبيرة جدا في مجال الاهتمام والإنتاج والتحديات التي بتواجهنا، زي ما شفنا كده تحديات أزمة كورونا والحرب الروسية والأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى أزمة الغذاء الموجودة حاليا. ما شك فيه إن العجز الغذائي لم يعد مجرد مشكلة اقتصادية بل تعدى ليصبح مشكلة قضية سياسية ترتبط بأمن قومي. ومن هذا المنطلق قرر السيد الرئيس منذ عام 2014 بالاهتمام بالقطاع الزراعي ووفر له كل سبل النجاح، وكانت اهم المشروعات التي بدات من عام 2014 اللي هي مشروع توشكى الخيط. هذا المشروع طبعا كلنا عارفين اللي هو تم تدشينه 1977 ولكن يعني كان بيمر بمراحل اهمال من حيث الاداره ومن حيث التشغيل حتى بدأ فخامة الرئيس في 2014 باهتمام بهذا المشروع العملاق، وبس فيه روح العمل مرة ثانية، وقد سعدت به العمل فيه لهذا المشروع منذ كنت بعمل في أسوان. طبعا. هذا المشروع العملاق طبعا يعني مهما نتحدث عنه الحديث عنه لا يفي بمداخلة أو حلقة أو حلقتين. مظبوط، علشان كده احنا هندخل كبير جدا فيه مجموعة أعمال ضخمة جدا. في بنية أساسية وبنية قومية واصلاح أراضي ووزارة محاصيل مختلفة، كل هذا المشروع لا يندرج تحت كلمة واحدة هو مشروع توشكى، وإنما علشان يعني كده دكتور محمد لو تسمح لي صفحات طويلة من الإنجاز اللي تم في هذا المشروع. علشان الموضوع كبير ومداخلة مش هتكفي هندخل في تفاصيل مباشرة منطقة توشكى، إيه الجديد أو المشروع واقف لحد فين بعد ما بدأنا فيه بجدية جدا وبنخطو فيه خطوات واسعة من 2014؟ أنا عايز أقول لك بس إن المؤشر النجاح اللي مساحة القمح اللي إحنا كان مقرر لها العام الماضي أيوة. الحمد لله اتحققت حوالي من 250 ل 300 ألف فدان اللي إن شاء الله متوقع 23 إن شاء الله هيوصل من 450 ل 500 ألف فدان.
هيتباع عندنا حوالي 100,000 فدان ان شاء الله دلوقتي في عام 24، بكده حققنا المستهدف من نسبه 90% من المشروع. يعني ان شاء الله من عام 24 25 نقدر نقول ان المشروع تشكر خير اكتمل بنسبه 90% من المساحات المخصصه لزراعه القمح وزراعه الذره الصفراء لسد العجز بالنسبه لمنتجات الاعلاف ومنتجات القمح اللي احنا بنعاني منها في بعض الاحيان. يعني الحاجه الثانيه ان المشروع ده بس لا يعني لا يندرج تحت منه محصول القمح او محصول الذره فقط، ولكن في محاصيل زيتيه وعندنا محصول التمور ومحصول التمور وكل هذه التمور دي بالذات يعني محصول تصنيعي. انت عارف عندنا حوالي 37 من 237 40,000 فدان ديت يعني زراعه النخيل، دي بتمثل طفره في كميه كبيره من انتاج النخيل في مصر. هي بتمثل رافد مهم من روافد الانتاج المصري. الأربعة مليون فدان اللي أعلن عنهم السيد الرئيس النهاردة وسيتم استصلاحهم في مدة لا تتجاوز العام، إيه الموضوع بقى؟ بص يا فندم، هو المشاريع الزراعية اللي سيادة الرئيس أشار إليها دي ليست في دوشكا فقط، ولكن موجودة على مستوى الجمهورية ممثلة في احنا باخدينها من كل أنحاء الجمهورية وممثلة في شمال سيناء ووسط سيناء، سيناء عامة كلها، وعندك كمان في دلتا جديدة، مشاريع دلتا جديدة والشرق العوينات والمحاور وبني سويف والفرافره وعين دله ولوينات، كل هذه المشاريع بتمثل تتعدى ال 4 مليون فدان اللي ممكن زراعتها ان شاء الله خلال فتره قصيره جدا. لان احنا دلوقتي احنا واحنا بنكلمك حاليا احنا في فرق بحثيه موجوده في شارع لوينات لاستطلاع عمليه 140,000 فدان من حصه صيف للتربه لاضافتها للارض الزراعيه ان شاء الله. ان شاء الله. زياره الاعلاميين لمشروعات قومية زي دي دكتور محمد شايفها إزاي وبتساهم في توصيل الواقع الحقيقي على الأرض للمشاهدين؟ في الحقيقة أن احنا لازم نوضح نقطة معينة، أن العمل الزراعي ليس عمل سهل، وأن عمل مجهود وشاق يحتاج إلى فكر وجهد وتخطيط. فيعني زيارة السادة الإعلاميين النهاردة ده بيسلط الضوء على جزء من هذا المجهود الجبار اللي بتقوم بيه الدولة المصرية في انشاء المشاريع الزراعيه. ولكن ان هذه المشاريع فاقول لك ان المشروع الفدان الواحد بيحتاج الى حوالي 600 دلوقتي في الاسعار دي 350,000 جنيه عشان يتم اصلاح فدان واحد. مده الاصلاح الفدان الواحد ده بيحتاج بحوالي 5 شهور عشان نحول الارض من صفراء الى ارض تشبه زراعيه بحوالي 5 شهور. ده مجهود كبير جدا ولازم نلقي الضوء عليه من الساده المشاهدين ومن سادة الإعلاميين والقنوات الإعلامية عشان نوري الناس مدى حجم الإنفاق. الدولة المصرية بتنفق مليارات على محطات معالجة المياه وعلى محطات الإنشاء وعلى محطات الرفع، كل ديت يعني يكفي أقول لك إن بس في سينا مثل وحدها إلى الآن 700 مليار جنيه لمشروعات زراعية. ده رقم مش بسيط، رقم ده ميزانية الدولة، يعني 700 مليار ده ميزانية الدولة ثانية. فلازم الناس تعرف إن حجم الإنفاق في الإنتاج الزراعي كبير جدا جدا، كل ده عشان منعش تحت طائلة الدول الكبرى في المستغلة بالنسبة لي الضغط على الشعوب بالنسبة للمحاصيل الترويجية. احنا يهمنا طبعا دلوقتي اللي احنا نحصل او يعني نوصل نسبة من الاكتفاء الذاتي بالنسبة للذرة وبالنسبة للقمح. على فكرة احنا ممكن نوصل لهذا الاكتفاء الذاتي بس على حساب محاصيل اخرى، ولكن احنا بنعمل توازن بين المحاصيل. أيوة. كافة حتى لا يكون هناك عجز في محصول على حساب محصول اخر يؤدي الى فجوه غذائيه ما نقدرش نسدها، لكن الدوله المصريه تستطيع ان تسد العجز في اي محصول ولكن على حساب محصول اخرى. واحنا نستغل كمان بنستغل الميزه النسبيه لكل محصول. يعني في محاصيل بتجيب لنا عائد اقتصادي بالنسبه للتصدير، ممكن نصدرها ونجيب عمله صعبه نزود بها الانتاج الزراعي المحلي. الحمد لله عندنا انتاج محلي كويس جدا من انتاج القمح، وانتاج محلي بالنسبه للرز، وانتاج محلي بالنسبه للمحاصيل الخضار والفاكهه والالبان والانتاج الداجيني. انا عاوز اقول ان احنا في الفتره دي كلها ما حسيناش بنقص في المواد الغذائيه الموجوده في السوق. صحيح. الحمد لله كلها موجوده، لان قطاع الزراعه ده قطاع مرن بيتعامل مع كل الازمات. يمكن انا هاكد على نقطه ذكرها السيد الرئيس، ان المجهود اللي احنا شفناه في توشكا وشافوا الوفد من الزملاء الإعلاميين هو نتاج مجهود فريق كبير جدا زي ما حضرتك أشرت برضو، وإن ده خطوة واحدة من خطوات التنمية في مصر،
واعتقد ان زياره وفد الاعلاميين النهارده كانت بهدف الوقوف على ارض الواقع ونقل الصوره مباشره للمشاهد في البيت. واحنا يمكن عشان كده بدانا حلقتنا النهارده في التاسعه بالحديث عن منطقه توشكا واللي بيجرى فيها واهميتها للامن الغذائي القومي لمصر. دكتور محمد شحات رئيس هيئه التعمير والتنميه الزراعيه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا.